وضع حد للحرب في السودان التي دخلت عامها الثاني سيكون محور المفاوضات الجديدة التي ستستضيفها المملكة السعودية خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة. مصادر سودانية: توقيع القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على اتفاق مبادئ خلال مفاوضات جدة، وتضمن الاتفاق تأكيد الطرفين التزامهما بسيادة السودان. تخريج دورة المدفعية والقوات الخاصة والقناصين وقوات الدعم السريع المملكة العربية السعودية. مع هذا الفيديو بدأ كل شيء. جدل كبير ملأ الساحة السياسية في السودان على خلفية هذا الفيديو، والذي ظهر فيه عدد من عناصر قوات الدعم السريع يحتفلون بتدريبهم في أحد المعسكرات بالسعودية. مع التداول الواسع للفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تضاربت الأنباء بشأن موقف السلطات السودانية، وذكرت وسائل إعلام محلية سودانية أن وزارة الخارجية السودانية استفسرت من السفير السعودي لدى السودان علي بن حسن جعفر عن محتوى الفيديو وتاريخ تصويره. بدورها ذكرت وكالة الأنباء السودانية أن المدير العام للعلاقات العربية والأسيوية بوزارة الخارجية عمر عيسى التقى السفير السعودي علي بن حسن جعفر. بحسب وكالة السودان للأنباء، فإن السفير السعودي أكد رفض بلاده استخدام أراضيها في أي نشاط يهدد السودان أو أي دولة شقيقة أخرى، أو الإساءة للقيادة السودانية أو أي مسؤول رسمي. وأشار السفير السعودي إلى أن مقطع الفيديو يعود لأربعة أشهر سابقة، وأن تصويره جرى عقب دورة تدريب أساسية يتلقاها الجنود المشاركون في قوات التحالف، حيث تشارك قوة من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ضمن التحالف الدولي الذي تقوده السعودية بمشاركة دول أخرى لمواجهة الحوثيين في اليمن. بحسب محللين، من روج للفيديو منسوبو نظام الرئيس السابق عمر البشير وجماعة الإخوان، لذلك صعدوا من حملاتهم تجاه السعودية، ما يؤكد أن ما تحركهم أجندة سياسية خاصة بهم. وتقديرا للمواقف السعودية الإيجابية تجاه السودان، تبرأت وزارة الخارجية السودانية مما ورد في الوسائط الاجتماعية وتناول العلاقات السودانية السعودية، وأشارت إلى أن ما نشر لا يعبر عن حقيقة موقف الحكومة والشعب السوداني تجاه المملكة. الحقيقة أن السعودية لم تظهر موقفاً مسانداً لأي من طرفي النزاع في السودان، بل كانت أول دولة تسارع لطرح وساطة لوقف العمليات الدائرة هناك، ودعت الجيش والدعم السريع إلى منبر جدة. هناك حل وحيد، وهو داخلي فيما بينهم، وقد فتحت جدة لهم كبوابة وكمكان يلجأ إليه صديقين وأخوين. أعتقد المشكلة ستحل كثيرا. ومع احتدام الأزمة، قدمت السعودية سريعا مبادرة بدعم من الولايات المتحدة لإنهاء الأزمة، وانضم إلى المبادرة لاحقا ممثلون عن الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا إيقاد. بفضل مفاوضات جدة، نجحت في إقناع الطرفين بالتوقيع على اتفاق في مدينة جدة ينص على حماية المدنيين وحماية كافة المرافق الخاصة والعامة والامتناع عن استخدامها لأغراض عسكرية، وهو ما كان له أكبر الأثر في الحفاظ على حياة المدنيين. كما رحبت ودعمت السعودية كل القرارات الدولية التي دعت إلى وقف الأعمال القتالية، ما عكس حرصها الشديد على إنهاء الأزمة. تدعم المملكة والدول الأفريقية جميع الجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار، وفي هذا الصدد فإننا نرحب باستئناف مباحثات جدة بين ممثلي طرفي الأزمة في السودان. وقفت السعودية إذن على مسافة واحدة من كل الأطراف، وسعت إلى إنهاء الأزمة بدعوات متلاحقة للمحادثات على أرضها لوقف العدائيات وحل الأزمة عبر الحوار السياسي، وهي خطوات أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن السعودية تسعى لتحقيق الاستقرار والازدهار للسودان. حرص المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين سوي العهد على السودان وعلى استقرار السودان وعلى أمن السودان